افكار سميتو يمكن في تقنيه المشروع ديالك. هذه العمليه الاولى اللي كانت دارت الفيدراليه مع الانتخابات، من بعد منها جات واحد الدور كانت دارت الفيدراليه الهيئه التنفيذيه اللي تطلع الدور عن بعد مع الهيئات الاخرى. إذن مساء الخير، شكرا على الحضور معكم لتغطية هذا اللقاء الداخلي ديال مناضلات ومناضلي تحالف فكرة اليسار في الخليطرة، اللي هو كيجي في إطار البرنامج العادي ديال الفيدرالية في الخليطرة، نعم وكبت أولا الشأن العام المحلي ووضع المناضلات والمواطنين المناضلات والمناضلي في إطار العام ما يجري وطنيا حول استعداد الاندماج واللي كتقوم به الهيئه التنفيذيه عبر الهيئه التقريريه ديال التحالف الفدرالي على الصعيد الوطني. والنقطه الثانيه اللي كانت عندنا هو اننا نتواصلوا اكثر مع المستشارين ديالنا في مجلس البلديه بالخليطرة ويطالعونا على اهم الاشكالات واهم المواضيع اللي تم تداولها خلال هذه الفتره والاعداد للمرحله المقبله اللي هي غتعرف الدوره ديال ماي. النقطة الثالثة هو صياغة واحد البرنامج محلي قابل للتطبيق بمشاركة المناضلين والمناضلين ديال فيدرالية اليسار، وهذا كله اللي بعث واحد الدينامية محلية داخلية اللي غادي تواكب ما هو وطني. وبطبيعة الحال غادي نحاولوا وفق البرنامج اللي حنا سطرناه بأن غنظموا واحد مجموعة ديال الأنشطة إشعارية للتواصل مع أكبر فئات ديال المجتمع الخليطري وصياغه واحد مشروع برنامج ديال المدينه بناء على الورشات ولا اللقاءات اللي غتكون موضوعاتيه حول الكثير من المواضيع اللي غادي نعلنوا عليها في الوقت ديالها. وهذا كله حنا كنجنه محليه كنتوخاو منه بعد واحد الديناميه داخليه اللي غادي تاثر واحد العمل الاشاعي خارجي. هذا المشروع غادي يقاسم معنا كما قلت لكم يعني المبادئ ديالنا وعلى الساحه السياسيه مهمة ويمكن ندوى مهمة. لقاء تواصلي مع الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي كان الهدف منها وهو إعطاء نظرة حول تهيئ ما تقوم به الهيئة التنفيذية للفيدرالية في إطار تهيئ للمؤتمر الاندماجي للمكونات الثلاث ديال الفيدرالية اللي هما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطالعه الديمقراطي الاشتراكي والمكون ديال التيار الوحدوي باش تولي اطلاع على الخطوات اللي راه كتقوم بها الهيئات التقريريه في هذا الباب وفي افق عقد المؤتمر الاندماجي. دارت ندوة وطنية في الدار البيضاء في 25 جانفي 2021 اللي جمعت مكونات الثلاث اليسار الثلاث زائد الفعاليات اليسارية والطور اليسارية من أساتذة جامعيين من مفكرين من مثقفين يساريين حول مستقبل اليسار في المغرب. وهذا تهيئا كذلك لان المشروع ديال المؤتمر الاندماجي يطمح ان يشارك فيه جميع من غير المكونات الثلاث منفتح على مجموعه ديال الفعاليات اليساريه الاخرى المثقفين والاطر اليساريه الاخرى. وهذا الاجتماع اليوم كان الهدف منه كما قلت هو الاطلاع على هذه المراحل كلها لحث المناضلين في الهيئات المحليه لتهيئ التحرك في هذا الباب وتنظم تهيئ ندوات جهويه منفتحه على اليسار على المستوى المحلي لتقديم المشروع ديال الفيدراليه في افق المؤتمر الاشتراكي الكبير اللي كنتوخاو نكونوه من خلال الاندماج ديال المكونات الثلاث.